بسم الله، في مشكلة ساعات بتحصل، ألا وهي لو أنا عندي زونتين في حيطة بينهم مشتركة بيسأل الحساب بتاعتها إزاي. أنا هل أعتبر حيطة واحدة ولا كل واحدة الحساب بتاعتها لوحدها؟ فخلينا نعمل زونة. هاجي هنا في السكريبت وأقول له أنا عايز زون، أقول له دي الزونة ديت أبعادها 8 متر في 5 متر وارتفاعها 2400 ملي، وبعد كده هقول له دي راح على الحالي مثلا نخليها 8 متر، فاعمل زونة جنبها، او ممكن ترسمها مانوال مش اي مشكله خالص. بعد كده اروح لكالكوليت، هقول له انتر الزونال، او ممكن قبل كده اقول له زون فوليوم. زون فوليوم مش تبع القصه بتاعتنا، بس هي الفكره كلها ان هو بيحسب لي الفوليوم عشان لو في اي حاجه بتحتاجها في الحسابات زي الصوتيات والحاجات ديت تبقى موجوده معايا. انتر الزونال بيبدا بيسالني عن السيرفيس سيمبلز، الكثافه بتاعتها، انا مسافه، بعديها يبدأ يعتبر ان كل حيطة منفصلة، فتبدأ تحدد اللي انت عايزه. الشيك اوبجكت سيرفيس نورمال، ممكن تقول له استخدم الحالي او الشيك اول اكسبوست سيرفيس، هيحسبهم بأي طريقة. ممكن تختار السيرفيس سيمبلي مثلا، وبعد كده الجريد جايد، كل الحاجات ديت كان معانا قبل كده. اوكي، فبيبدأ يشوف اذا كانت يحسبها حيطة واحدة ولا حتتين، ويستخدم أنهي ماتيريال لكل حتة.